سنة 2010 قمت بزيارة لتيندوف قصد تغطية صحفية لعودة مصطفى السماوات سيدي مولود إلى مخيمة تيندوف، ولكن مع الأسف الشديد أن السلطات الجزائرية بضوء أخضر منها وبتواطؤ منها سلمتنا للميليشيات البوليساريو التي كنا معتقلين لديها لمدة أسبوع. كان ذلك في سنة 2010. هذا الأسبوع الذي تعرضنا فيه لمختلف الضغوطات النفسية وكذلك أحيانا لبعض الممارسات العنف الرمزي وكذلك العنف الجسدي، وتم التعامل معنا على أساس أننا لسنا صحفيين بل أننا تابعين لأجهزة المخابرات المغربية، رغم أننا أدلينا بكل الوثائق التي تثبت بأننا نمارس عملا صحفيا وعملا مهنيا. مع الأسف الشديد ميليشيات البوليساريو كانت لديها دوافع وحشية، حاولت بشتى الوسائل ممارسة أشكال متعددة من التعذيب النفسي لإرهابنا ولأخذ منا اعترافات أصلا غير موجودة، وبدأت تطرح أسئلة لا علاقة لها بالعمل الصحفي ولا أسباب تواجدنا على التراب الجزائري. مؤسف أن هذه الميليشيا غير مراقبة حقوقيا من طرف المنظمات الدولية، ومؤسف كذلك أنها تحصل على تأشيرة بلا حدود من طرف الجزائريين لممارسة أعمالها الوحشية واستهداف للمغاربة، المغاربة المتواجدين على التراب الجزائري ولا كذلك المغاربة المحتجزين بالتراب الجزائري. ودعوتنا اليوم إلى كافة المنظمات الحقوقية العالمية التي لها وزن سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل أروقة الأمم المتحدة وداخل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك داخل كل الفاعلين الحقوقيين إلى ضرورة الكشف هذه الانتهاكات التي يقوم بها ميليشيا البوليساريو وكذلك فتح مخيمات الخزي والعار أمام المنظمات الحقوقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وكذلك لإعطاء صورة على أن هذا الجزء من الجزائر تتم فيه أعمال إرهابية، أعمال وحشية، أحيانا أعمال تتجاوز بين قوسين الدعشة الموجودة اليوم في مختلف مناطق بقاع العالم. لا يجب على هذه الانتهاكات النفسية وكذلك لا يجب على هذه الانتهاكات الحقوقية أن تمر مرور الكرام. لماذا؟ لأن هناك شهداء، هناك أرواح أزهقت وهناك أرواح ستزهق، ولا بد من إماطة الإتام عن هذا التاريخ المتوحش والدامي الذي تورطت فيه الجزائر مع ميليشيات البوليساريو.